السلام عليكم خويا. الجريمه اللي وقعت اليوم مع الصباح، صباح مع شي 5 الصباح وكاك 4 ل 5 تعيطوا لنا، كاينين سميتو عليه الناس الدراري اللي حساسه هما اللي كانوا تا هما عيطوا عليهم، شي ناس اللي حضروا الجريمه هما اللي كانوا تبعوا السيد اللي دار الجريمه، تبعوه حتى سميتو عليه حتى العين حروده، بان لهم خال السيد عامر بالدم وداكشي، المهم العساسه ديال الليل هما اللي كانوا. انا من الناس ديال العساسه، تنكونوا حنا جروب بالليل وجروب بالنهار، حنا دايرين الناس هنايا مستفيدين، موالين الشكاره هما اللي كلفونا خدمنا معاهم، عرفونا خدمة ديالنا مزيانه، المهم خدمنا معاهم ولينا معاهم هنا، حاضر لهم السلعه ديالهم، طالعين على السلعه ديالهم، ما هادشي ما عمرو كان وقع عندنا حنا هنا ولا كنا متوقعينه. المهم السيد كانوا العساسه هما اللي تبعوا السيد اللي كان داير الجريمه، وهما اللي وصلوا ديكلاراو لعند الدرك الملكي، هما اللي وصلوا لهم باللي راه واقع الجريمه. وخويا هاد السيد هذا كان تيدير زليجي، خدام زليجي هنا، وجابوه الناس هنايا تيباتو، لحقاش هنايا اي واحد ثمانين شكار ولا الناس مسؤولين ما عندهمش الناس من تيخدموا، ناس برانيين بعاد، ما احسن العوان بنادم يلاه تيصور داكشي تيصيفط، كاين اللي عنده وليداتو كاين اللي عنده العائله ديالو، ضروري بنادم راه محاك شويه ما غاديش يقدر يكرب واحد المبلغ اللي هو حتى يوصل حتى 1500 درهم ولا 1000 درهم، راه تيشوفها تيقول نصيفط الوليدات. وهادشي اخويا اللي كاين، هادشي اللي وقع هنايا اخويا. هنايا كاين العساسه دايرين الامن والامان، كاينين الناس ديال الدرك الملكي حتى هما قايمين بالواجب ديالهم ليلا ونهارا. حنايا المهم كنا تندورو في نجولو في المشروع، سمعنا باللي راه الغوت كاين، وهادي تا السيد بان لينا خارج عامر بدمايات وداكشي، تبعوه العساسه اللي معانا والناس راه قايمين الدور، حنا ما يمكنش لينا باش غادي نبقاو حنايا نطلعوا للديور ديال الناس مسدوده، فهمتي حنايا عندنا في الشارع قايمين بالخدمه ديالنا في الشارع، هادشي اللي واقع. علمنا الدرك الملكي، وكاين راه اي واحد يتفاجئ من اللي تجي تتعلم بشي بلاغ وكا على ديال بنادم روح ولا شي حاجه، تتكون صعيبه شويه، ماشي بحال تتكون شي سرقه ولا شي حاجه اللي باينه، ماشي يكون عاوتاني الروح راه شويه تتكون صعيبه شويه على المجتمع كامل، لا علينا حنا لا على السلطه، الدرك الملكي كلشي صراحه كلشي قايم بالدور ديالو هنا، لا الناس ديال عون السلطه لا سيد القائد الى سيد الباشا، كلشي هنا الناس قايمين بالدور ديالهم، ما عمر وقع هادشي تا سمعنا هاد الفجيعة هادي اللي وترتاحوا شويه، ضروري من اللي بان السيد اللي معني بالامر في هاد الجريمه راه ترتاح شويه، تحيد واحد المسؤوليه، تحيد شويه ديال الثقل، هادشي اللي كاين اخويا.